طبعا راح ناخذ اول طاقم لليوم اللي راح يكون وياكم. اليوم راح نحضر شغله بسيطه معجون. راح بالضبط راح نضيف اليوم، راح نسوي لكم اليوم طبق من الدجاج المشوي، اكيد راح نضيف له معكرونه، راح تصير الفكره والخطه مختلفه جدا. كافي على بعضنا بسم الله. طبعا المقادير على الشاشه، قبل لا ابلش بذكر اي نوع من المقادير تاخذون صوره للمقادير على مود تكون عندكم جاهزه. طبعا هنا معكرونه مع دجاج مشوي، صدر الدجاج 500 غرام، احنا نعتمد على تتبيله صدر الدجاج، وراح نشويها واحد فقط لا نضيفه ويا الدجاج ولا نخليها موجوده ويا العفو، لا نضيفه ويا المعكرونه ولا ويا الصوص. فلفل اسود رشه فلفل، طبعا الملح راح يكون رشه، فلفل ابيض رشه، زيت الزيتون 3 ملاعق، معكرونه راح نكون 3 كوب، راح نسلقها اكيد زبده، 2 ملعقه حليب، 2 كوب بصل 100 غرام في الكرافس، طبعا راح يصير 2 ملعقه راح تكون على وجه الصوص. هنا عندنا الجبنه 100 غرام، طحين راح يكون 2 ملعقه، هذا الصوص وهذا تتبيله الدجاج. راح نبلش اول خطوه انه احنا نتبل الدجاج. هاي المقادير اللي عندكم على الشاشه، اتمنى صورتوها. يلا نشكرك يا المخرج على المقادير علاء. هسه زين عم زين، ما دام حاولت عجز زين، ما شوف الدجاج يعني. هنا أنا راح نبلش بالخطوه الاولى اللي هي راح نسلق المعكرونه. بشوفها على وهي سحاره من هنا هسه، بس اسوي شي قبل تلزق يعني. اي اي اي. حلو. لا مخرجنا انت ما عرفت السالفه يعني، قصدي كانت هيك طريقه انه تروح. اي اي والله شيف. اي انت قبل ثبتها ولا ثبتها؟ ثبتها بش اسمه؟ صدق يعني على كان تلعب ببجي انا؟ اي طبعا. ها طبعا مرات لعد تصير تصير شو اسمه وتقوم ذكرني، هو كل ما اشوف الطاوله اتذكر ببجي اكثر ما اتذكر البيض. زين اقول طاوله مثلها ببجي؟ لا ان شاء الله بلكت الله طاوه ليفل 2 تجينا فتصير هيك، لان لحد الان طاوه بقت ليفل 1 ماكو تحديث. لا شيخ لا شيخ، مو لهالدرجه. هذا هو نفسه بالقوه شايله، مو يقول لك السلاح البارد، هذا مو السلاح البارد، السلاح الحار اصلا. كارثه. اوكي اقول لك ليش هيك ثقيله صدق؟ هو يسمونه جريل، هذا يعني حديد. اه اوكي، يعني هذا من نوع على مود شنو يطلع لك الدجاج نفس ما تشوي البرجر على الجريل، يبوع على الدجاج هناك قوه. تمام بس راح نسلق المعكرونه، فاكيد تضيف لي المعكرونه. الشغله كلش بصراحه مشاهدينا، مجرد تجيب المعكرونه تضيفها. اي خلص. انا قلت راح يضل يحكي ساعه على بود اضافه المعكرونه. لا تعلمت شيف. بعد ورا ما ضفنا شو راح نضيف؟ ورا ما ضفت المي راح نضيف وضفنا المعكرونه. شغلات هوايه هي. لا على سلق المعكرونه. دهن. ليش؟ ها؟ دهن اوكي خيارات ثانيه. لا لا انت خوش حكيت، ايش راح تضيف هسه؟ هسه ضيف لبن. اللي لا لا دقيقه دقيقه، انت ما تسلق المعكرونه بالبيت؟ بصراحه انا شوف المعكرونه اسويها شيء واحد. شلون تسلقها؟ المعكرونه اسويها شيء واحد بس. ايه؟ اللي هو انه اجيبها اخليها تفور على النار كلش لحد ما ترتخي كلش، بعدين ارجع اضيف لها شويه دهن. تمام. ايه؟ وراها اخليها شكر او عسل واسوي بها حلاوه. حلاوه؟ اي حلاوه. شنو؟ حلاوه مال المعكرونه كلش طيبه. سويها في اليوم لا والله كلش طيبه بصراحه، ما انا اول مره اسمع حلاوه مكرونة. اي اوكي يعني هاي بصراحه أوكي. هي صح من اكثر الحلاوات الغير صحيه، لكن ما سامع بها علاء يعني، لكن تعلمتها من الوالده الله يخليها. تحياتنا لها صباح الخير. تحياتنا لها اكيد، هي تشوفنا يمكن حاليا، فتحيات الكنترول اللي تشيوم، فوصلوا لك تحيه خاصه. زيت الزيتون نسلق بيه المعكرونه. اذا زيت اذا زين بدي اقول لك صحيح، بس ليش على مود شنو راح نخليه؟ صح يعني اضافه الملح واضافه زيت الزيتون او زيت العادي داخل سلق المعكرونه كلش مهم، راح يعطينا لون المعكرونه ما نريد احنا بعدين نضيف ولا ما نسلق ونبرد المعكرونه، نحاول من نطبخها ما نبردها، تخليها انه تكون من الطبق الى تحضير الصوص مالتك، هذا اهم فقره. اوكي يلا يا علاء هسه ايش راح اسوي؟ راح الفقره الثانيه انه راح ابلش اتبل الدجاج. اوكي محتاجين لتتبيل الدجاج، ابعت بس شوف. لا مو بس اثنين، المعدنوس او الكرفس اللي دائما يكون عندنا مجفف، راح اضيف شويه فلفل احمر، وراح نضيف الفلفل الاسود، وراح اضيف ملح، ملح البحر اللي قاعدنا، ملح اليود هنا. والله شوف هاي الحياه الصحيه شيف،
والله بصراحه كلش يعني تغيير جذري هو يصير عندك، بس مو بكل مو بكل الاطباق يعني. يعني هاي اكثر يشتغل. واحد فرحان بها هو مخرجنا احمد دحام بصراحه، اكثر واحد فرحان بالموضوع طبعا يوميا. هو اصلا هو ده يشجعني كلش طبعا. هنا أنا تتبيل تمام، ملح البحر، راح نضيف زيت، زيت زيتون هو مبين لونه يعني مخرج بعد ما يحتاج اقول له زيت الزيتون يعني. لا متعرف يعني احنا بنقول احنا بنقول زيت يعني النوع اللي تريدونه انتم، هتبقى بعد يومكم انتم شيف. نعم تخلص صدر الدجاج. اوكي هسه شو راح نسوي احنا؟ مباشره تدهن الجريل على زيت الزيتون. ايه الطريقه كلش سهله تمام. كلش سهله، راح بلش نشوي هالطريقة. راح ايه شيف هسه تمام، هسه بلشت الخطوة الأولى، ضفت أنا الدجاج. راح أبلش أشوي الدجاج على الهدوء على نار حلوة. هنا عملية الشوي الدجاجية خلص تنشوي تمام، يطلع يتقدم ويا المعكرونة أثناء ما راح تخلص عندي المعكرونة. راح أبلش هنا أنا أحضر الصوص. الصوص اللي عندي هو راح ناخذ كمية من الزبدة عم نحضر بيها صوص المعكرونة. على من الطبخات اللي سويتها أنت أو اللي تعلمتها من طبيخ تايم شنو اللي سويتها أو شوف أنا كنت أواجه مشكلة بتتبيل الدجاج بصراحة. إيه. يعني ما كنت أخلي التتبيلة الصحيحة له تمام، وبالإضافة إلى الطبخ إنه أطبخها بطريقة اللي هي بالطاوة يحتاج كم مرة جرحت إيدي من قد ما أقصقص بصدر الدجاج. إيه. بعدين لقيت الطريقة كلش سهلة، اشتريت مقص خاص وأقصقص صدر الدجاج بالمقص. إيه. أوكي الوالدة إذا سمعت هالسين راح تبتلي بيها، لكن بصراحة ناجحة كلش. إيه. يعني أنا بدل ما تعب نفسي بالسكينة مقص إيش طقطقهم ومرتخي وحلو. كنت الشغلة الخطأ اللي أسويها قبل أجيب صدر الدجاج مباشرة أخليه جوا المي الحار إلى أن واو. الحد ما بعدين هو يستوي أصلا من المي الحار. فتعلمت انه لازم اخلي صدر الدجاج بمي بارد واخليه بالثلاجه لحد ما يصير ما يكون برا ابد. موضوع انه صدر الدجاج ما يتنقع، يطلع من من المجمد من التجميد يتخلى بالتبريد للصبح راح يكون عندكم جاهز. اكو بعض الناس يخلونه برا مي بارد، يخلونه مي ما يخاف، بس من يبقى برا تجي مرات ياخذ. اوكي انت تريد تستعمله تجيبه تخلي مي بارد، ممكن تشتغل تنتظر هو هيك ساعه ساعتين تبلش تشتغل هو هيك قبل الصبح ينامون. لا 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 مو للصبح. ايه. الصبح بالبراد هذا قصدي. اوكي هسه انا راح اوف انا ما عندك ايش طاوليت مو؟ ها؟ ما عندك ايش طاوليت؟ لا يراد لي وحده. عمرك خساره والله يراد لي وحده. صحيح ولا ما صحيح؟ لان الاشكال جميله. اي صراحة نبلش نضيف البصل. ضروري البصل شيف حتى يشيل الزفره. ورا ما ضفنا البصل راح نبلش عندنا البصل يستوي تماما، وراها راح نضيف عليه فطر. طبعا فطر حلو نانا على مضيع شيء؟ لا سلامتك، بس اتاكد انه الكميات كلها جاهزه عندنا. كلها جاهزه اكيد. نانا لا اللي عندنا مشوي تمام دجاج. انا بس اقول الله يسعد المشاهدين والله. صار عندنا الدجاج هو طبق مكمل لطبق المعكرونه اللي استعملناها. بهذا الشكل.